السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. دولة رئيس مجلس الوزراء الأستاذ الدكتور مصطفى مدبولي، معالي السادة الوزراء، معالي السادة المحافظين، معالي السيدة المحافظة محافظة دمياط، وكل السيدات والسادة المشاركين في هذا اللقاء، وطبعا معالي ممثل المؤسسات الدولية والسادة السفراء. أيام بل ساعات وتبدأ قمة المناخ في شرم الشيخ في ظل أجواء عالمية تستدعي أن نتجاوب معها بحلول مبتكرة، ولا نكتفي بالتوقف عندها باللوم أو بالتحسر على ما كان يجب أن يكون. وأسعد أن هذه المبادرة المتميزة غير المسبوقة التي شهدت من يومها الأول مساندة من دولة رئيس مجلس الوزراء واللجنة الوطنية المعنية بالإعداد لقمة شرم الشيخ، وحظيت بتزكية من هذه اللجنة ومن دولة رئيس مجلس الوزراء بالرعاية التي مكنتنا من الوصول إلى ما وصلنا إليه من سيادة رئيس الجمهورية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. هذه واحدة من ثلاثة أمور ومبادرات أحسبها سوف تميز هذه القمة المرتقبة والتي تتطلع إليها الأبصار عالمياً. هي القمة الأهم سنوياً التي تعقد في ظل رعاية وتنظيم الأمم المتحدة للتعامل مع تحديات المناخ وارتباط هذه التحديات بالمشكلات التي نواجهها، مشكلات الطاقة، مشكلات الغذاء، وأيضاً الحصول على فرص استثمارية في ظل هذه التطورات. هذه المبادرة كما قلت واحدة من ثلاثة، ولم يسبقنا إليها أحد، ونرجو الاستمرار فيها. وسعدت سعادة بالغة بالقرار بأن تكون هذه المبادرة حدثاً سنوياً ترعاه الحكومة المصرية. المبادرة الأخرى المساندة لها ما يرتبط بإعداد قائمة للمشروعات ليست فقط من مصر ولكن على مستوى العالم من الأقاليم الاقتصادية الخمسة، وهي مبادرة فريدة أيضاً قامت بها القمة المصرية للمناخ بالتعاون مع الأمم المتحدة ورواد المناخ، وسوف نعرض أمثلة منها إن شاء الله في شرم الشيخ على سبيل الاسترشاد في مجالات الاستثمار في مجالات العمل المناخي المختلفة، سواء في مجالات التخفيف أو مجالات التكيف أو مجالات المشاركة بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية. المبادرة الأخرى المداعمة لها هو هذا العمل الضخم الذي تقوم به الهيئة العلمية المصرية والجامعات ومراكز البحوث في مساندة العمل مستقبلاً في التطوير والابتكار والبحث في المجالات المختلفة التي يتطلبها العمل المناخي. فمنذ أيام قليلة وفي إطار الإعداد لهذه القمة كان هناك حديث مع الدكتورة الحاصلة على جائزة نوبل في الاقتصاد إستر ديوفلو، والتي قالت أن وهي صاحبة مجال التطبيق كبير في مكافحة الفقر والتنمية، أن ما نستطيع القيام به هو الاستعانة بالعلم وزيادة في التمويل وأيضاً تغيير السلوك. وأتصور أن هذه المبادرة التي تنضم إليها كافة الجامعات المصرية ومعاهد البحوث سوف تعيننا في المستقبل، وأشكر كل الجامعات المصرية ومراكز البحث العلمي في مصر على مساندتها لهذه المبادرة الهامة لانتقاء المشروعات الخضراء والذكية على مستوى محافظات الجمهورية. عندما عرضت هذه الفكرة لأول مرة على معالي وزير الخارجية استحسنها، ولكن وجدها أمر كبير يستوجب رعاية وعناية دولة رئيس مجلس الوزراء. يتذكر دولة رئيس مجلس الوزراء أننا عرضنا عليه هذا الأمر في شهر مايو الماضي بعد تشاور مع عدد من السادة المحافظين ومعالي وزير التنمية المحلية الأسبق سيادة اللواء شعراوي،
ثم تلقف هذه الفكرة ودفع دفعا كبيرا بالتعاون مع معالي وزيرة التخطيط سيد اللواء هشام أمنة، وأيضا كل الشكر والتقدير لمعالي وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية وفريق العمل المتميز معها سيد السفير هشام بدر والسيد الوكيل الدائم الأستاذ خالد مصطفى وعدد كبير من الجنود الظاهرين وأيضا غير الظاهرين في العمل في كل الوزارات والمحافظات والمؤسسات الداعمة. اعتبار المشروعات خضراء وذكية أمر صعب، فمن الصعب أن يكون المشروع أخضر فقط، فما بالك بأن يكون أخضر وذكي في ذات الوقت. ولكن هذان هما العاملان المرتبطان بالتنمية المستدامة، ومن خلالهما سوف يحدث تطور في الحركة الاقتصادية والاستثمار. دون استدامة ودون تحول رقمي سوف يكون هناك صعوبة كبيرة في العمل. وبهذا كان هناك تعاون كبير مع معالي وزير الاتصالات تكنولوجيا المعلومات الدكتور عمرو طلعت، معالي وزيرة التعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط، وبطبيعة الحال مع معالي وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد. وأشكر شكرا جزيلا الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة، لأن كانت لديها مبادرة منفردة وجيدة ومتميزة، ولكنها وافقت على أن تضم هذه المبادرة مع المبادرة القومية في إطار نموذجي للتعاون بين الجهات المختلفة. فكلنا في النهاية نسعى لصالح هذا الوطن، ونسعى إلى أن تتضافر الجهود المختلفة حتى نأتي بالمشروعات على الوجه الأكمل. طبعا هذه هي السنة الأولى، وأعلم أن هناك من كان طواقا لأن يكون من ضمن قائمة المشروعات الداخلة في هذا البرنامج. وفي الجولات في المحافظات وفي اللقاءات المختلفة تأتي لنا التساؤلات لماذا لم تكن هناك فرصة أطول، ولكن بهذا القرار الطيب من دولة رئيس مجلس الوزراء بأن يكون هذا العمل عملا سنويا، ونحن بالمناسبة نبدأ أعمال الرئاسة المصرية منذ شرم الشيخ. يعني هناك خطأ شائع بأن القمة والرئاسة تنتهي في الأعمال الموفقة إن شاء الله في شرم الشيخ، ولكنها هي نقطة البداية على مدار العام القادم بمشيئة الله لهذه المشروعات. ولكن لدي سؤال، إنه رغم هذا الوقت الوجيز الذي خصص لهذه المبادرة في خلال أسابيع، أي بلد تلك التي تسمح ظروفها بأن تستجيب لدعوة للمشاركة بفئات مختلفة على مستوى محافظات الجمهورية 27 إلا إذا كانت تتمتع بالقدرة على المنافسة وتتمتع بالاستقرار وتتمتع أيضاً بالقدرة على التجاوب مع مبادرات عملية تسعى لأن تعطي المجال لمزيد من الاستثمارات والتوسع؟ في خلال أيام من المبادرة جاءتنا ما يقترب من هذه الأعداد 688 من المشروعات الكبيرة، أكثر من 1200 من المشروعات المتوسطة، 890 تقريباً من المشروعات المحلية الصغيرة المرتبطة بحياة كريمة، 655 من المشروعات للشركات الناشئة، و1789 من المشروعات غير الهادفة للربح، وأكثر من 1040 مشروع، تحديداً 1045 مشروع من المشروعات التي تتولاها المرأة بالإدارة أو الملكية أو بالتطوير. هناك قاعدة أنه رغم المشاغل المختلفة، هذه القاعدة أرساها شاعر النيل حافظ إبراهيم منذ أكثر من 100 عام، في الاقتصاد حياتنا وبقاؤنا رغم المكابر تربو به فينا المصانع والمزارع والمتاجر، قالها حافظ إبراهيم من أكثر من قرن، وطالع دورة رئيس مجلس الوزراء والسادة الوزراء والمحافظين نموذج بسيط لمشروعات عرضت وتعرض ومعنا على مدار اليوم لمثل هذه النماذج في الخدمات وفي المصانع وفي المزارع. مستقبلاً ما الذي أتوقعه لهذه المبادرة؟ السيد السفير هشام بدر تحدث عن المستفادات العشرة، ولكن تحديداً فكرة توطين التنمية المستدامة في إطار رؤية 2030 هذه ترجمة عملية لها، ونحن نعمل في إطار ما تم الإعلان عنه ويرعاه فخامة رئيس الجمهورية. هذه الأهداف للتنمية المستدامة هي أهداف عملية
التطوير الاجتماعي والاقتصادي على مستوى الدولة المصرية. على مستوى المشروعات، رسالة من يعني مسؤول عن الاستثمار وداومت على العمل في مجال الاستثمار والتمويل، هناك فرص كبرى أمام هذه المشروعات التي فازت وتلك المشروعات التي تقدمت بالتعاون مع اتحاد الصناعات، اتحاد البنوك، مع البورصة المصرية، مع شركات التأمين، مع المؤسسات المالية الدولية وأيضاً مؤسسات التنمية الدولية، أن تعرض هذه المشروعات عليهم لمزيد من التمويل والتطوير والخروج أيضاً بهذه المشروعات لمجالات أفسح للتصدير والتعاون مع شركاء أكبر. على مستوى المحافظات لدينا 27 محرك في هذه الدولة. نعلم أن هناك بعض المحركات أكثر قدرة من غيرها بحكم التاريخ وبحكم الموقع، ولكن هذه المنافسة التي وجدناها اليوم كل محافظة استطاعت أن تؤكد نحن هنا لدينا فرص كبرى للاستثمار والتطوير والتنمية، وما بما يدعو إليه دولة رئيس مجلس الوزراء والسادة الوزراء لأن تكون هناك خريطة للاستثمار على المحافظات. هذه الطريقة المثلى لعمل خريطة استثمارية ديناميكية تحدث بشكل مستمر من الواقع وليس على سبيل الاجتهادات النظرية عن بعد، ولو أحسن حتى في اختيار المستشارين فلا يوجد هناك أفضل من الاستثمار على أرض الواقع. بالنسبة للدولة المصرية، وكنا على مدار أيام مع فخامة رئيس الجمهورية، هذه فرصة كبرى لزيادة الناتج المحلي والاستثمار والتصدير والمشاركة بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص، وأيضاً مع هذه العقول المصرية الفذة في الجامعات المصرية من أجل مزيد من التطوير والابتكار. ونعلم أن هناك عمل جاد لأن تتحول هذه المبادرة في شكل مؤسسي، ونتطلع لمساندة معالي وزيرة التضامن الدكتورة نيفين معنا في أن نسرع بهذا الأمر، وقد وعدتنا خيراً وإن شاء الله سوف نقوم بالإعلان عن ذلك أثناء أعمال قمة المناخ. أما البعد الأخير ففي إطار عمل الدولي، لم تكن هناك فرصة وطرحت هذه الفكرة على إحدى المؤسسات الدولية إلا وتلقفتها بقدر عال من الترحيب. وهناك مبادرة مهمة تقوم عليها الـ UN Habitat وأيضاً البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، تحدثنا في شأنها مع السيدة إلينا بانوفا، وهذا التقدير المبكر من الأمم المتحدة سوف يجعلنا بمشيئة الله أن ننقل هذه المبادرة العملية إلى العالمية. فمن عادة مصر ومن قدرتها ومن قدرها أيضاً أن خيرها دائماً تتشارك فيه مع غيرها. عند هذا نحن في كل تقدير وكل سعادة بهذه الاستجابة، وهي مبادرة لها ما بعدها من كل خير، وأتوجه بالشكر لكل من ساهم في إنجاح هذه المبادرة وجعلها واحدة من أهم المساهمات في القمة المرتقبة. أشكركم شكراً جزيلاً، والسلام عليكم ورحمة الله.